السلام عليكم. تعرضت 9 أستاذات تعملن بالمدرسة الجديدة رقم 10 بولاية برج باجي مختار إلى اعتداء سافر من قبل مجهولين ملثمين ليلا بالمقر إقامتهم داخل المؤسسة المذكورة، الأمر الذي أثار حفيظة باقي الأساتذة وعمال القطاع مطالبين بضرورة التدخل وتوفير الحماية للعاملين، خاصة وأن الاعتداء تسبب في جروح للأستاذات العاملات بالمدرسة المعنية والقادمين من ولاية أدرار. وحسب الأمين الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية فإنه تنقل إلى مسرح الحادث فور سماعه الخبر، حيث تم معاينة أثار الاعتداء والحالة الكارثية التي وجد عليها الأستاذات. يذكر بأن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة في هذه الحادثة والتي هزت القطاع التربوي، وراح ضحيتها 9 أستاذات تعرضنا إلى اعتداء سافر من قبل مجهولين ملثمين ليلة.